مرحبا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي وبرنامج النفط والطاقة. أنا رولا تراوني أحييكم وأصحابكم معي هذه المرة، ولكن إلى أبرز العناوين. العراق قلق من تهريب نفطه على يد عناصر داعش. ليبيا تعلن أنها بحاجة إلى مساعدة خارجية لحماية حقول النفط. والأردن يتفق مع روساتوم الروسية لتطوير أول محطة نووية أردنية. أهلا بكم من جديد. أعرب العراق عن قلقه إزاء تقارير بأن مسلحي ما يسمى بتنظيم داعش يهربون النفط إلى الأسواق الخارجية، وحذر من أن شراء مثل تلك الإمدادات قد يساعد التنظيم في تمويل عملياته. وعادت وزارة النفط العراقية التأكيد على أن شركة تسويق النفط سومو هي الوحيدة المخولة ببيع الخام، وأن المشترين الذين يتعاملون مع أي جهات أخرى قد يواجهون عقوبات. واستولى ما يسمى بتنظيم داعش على 5 حقول نفطية في الشمال منذ بدء زحفه السريع في يونيو حزيران. قال مسؤولون ومصادر من قطاع النفط أن طاقة خط أنابيب النفط المستقل الخاص بإقليم كردستان العراق سترتفع إلى المثلين تقريبا، لتصل إلى ما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميا فور الانتهاء من أعمال تطوير، بما سيمكن الإقليم من تعزيز صادراته بشكل كبير. من جهة أخرى، سحبت مجموعة OMV النمساوية للطاقة موظفيها من كردستان لتنضم إلى غيرها من شركات النفط التي فرت من العنف الدائري في المنطقة. دعت ليبيا على لسان سفيرها في القاهرة المجتمع الدولي إلى المساعدة في حماية حقول النفط والمطارات وسائر مرافق الدولة. وقال السفير فايز جبريل على هامش اجتماع لدول جوار ليبيا في القاهرة إن بلاده عاجزة عن حماية مؤسساتها ومطاراتها ومواردها الطبيعية، ولا سيما الحقول النفطية. من جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء عملية تحميل ناقلة ثانية بشحنة من النفط الخام في ميناء السدرة، مع عودة أكبر ميناء لتصدير النفط في البلاد للعمل بعد إغلاقه لمدة عام. وليبيا في حاجة ماسة لزيادة الصادرات لتغطية احتياجات الميزانية، حيث أن النفط هو المصدر الوحيد للدخل. انتعشت الآمال بعودة القطاع النفطي في ليبيا مع زيادة إنتاجه منذ بدء الأزمة التي شلت لمدة عام موانئ تصدير الخام، حيث يتطلع الليبيون إلى عودة هذا القطاع الحيوي لبلدهم الذي يقف على شفير الفوضى في نهاية العام الحالي إذا استقرت الأوضاع. وارتفعت كمية إنتاج النفط الخام إلى 550 ألف برميل يوميا، بعدما كانت على مدى الفترة الماضية تقدر بنحو 400 ألف برميل. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج في أيلول سبتمبر المقبل إلى 1 مليون برميل يوميا من النفط الخام بسبب زيادة إنتاج حقلي الشرارة والفيل الواقعة في جنوب غرب البلاد، إضافة إلى توقع تعافي حقول أخرى في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وكانت قد أعلنت السلطات الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأي السدرة ورأس لانوف النفطيين في شرق البلاد، ما يفسح المجال أمام استئناف الصادرات المعلقة منذ أكثر من عام بعد أن سيطر عليها مسلحون من مجلس إقليم برقة المطالب بحكم فيدرالي. وكان قد تسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 40 مليار دولار في ميزانية الدولة لهذا العام، في الوقت الذي تعد فيه ليبيا من أهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط. وليبيا في حاجة ماسة لزيادة الصادرات لتغطية احتياجات الميزانية، حيث أن النفط هو المصدر الوحيد للدخل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من طرابلس السيد أحمد الخميسي، وهو محلل اقتصادي وصحفي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. أيوة نعم، مرحبا. أهلا. يعني بعد عودة هذه المرة الحكومة الليبية لتضع يدها على كل منافذ النفط وأباره والوصول إلى اتفاق مع المعارضين اللي سيطروا عليه لمدة عام، هل تعتقد أنه باستطاعة ليبيا اليوم أن تعوض ما خسرته خلال هذا العام من حجم الصادرات، واللي خسرته تقريبا حدوده كان 37 مليار دولار؟ طبعا ليبيا لديها في تخريج الخزانات النفط خلال نهاية شهر يونيو الماضي ما يصل 12 مليون برميل من النفط الخام،
وسوقت مطلع شهر أغسطس ما يقدر ب 5 مليون برميل، والآن في تعاقدات أخرى تصل إلى 7 مليون برميل لتسويق النفط، ومن ثم يستأنف الإنتاج، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون برميل مطلع سبتمبر القادم يعني. نعم سيد أحمد اسمح لي إذا يعني كيف لليبيا أو الحكومة الليبية أن تطلب على لسان سفيرها في القاهرة المساعدة من الدول العربية المجاورة لليبيا أن توفر غطاء أمني للشركات الأجنبية التي تعمل في حقول النفط، بنفس الوقت الحكومة الليبية غير قادرة نفسها على أن تقوم بحماية أراضيها؟ يعني أي من الجيوش العربية أو الغطاء الأمني العربي باعتقادك سيستطيع أن يضع يده أمنيا على تلك المناطق؟ وما الذي يهدد الشركات الأجنبية غير احتجاز ناقلة نفط في الموانئ الليبية وتغريم الحكومة الليبية أن تدفع فرق يعني تعطيل هذه الشحنات؟ لا يوجد أي بيان رسمي من الحكومة بشأن دخول قوات لحماية المنشآت النفطية إلى حد هذه اللحظة، لا توجد أنباء كطلب رسمية من الحكومة بشأن تدخل قوات أو كذا، لأن حتى المجلس اللي هو الآن الجهة المجلس النواب لم يطلب حتى الآن حماية المنشآت النفطية. الآن المنشآت النفطية تحت سيطرة الحكومة، ولا يوجد الآن في الوقت الحاضر نزاع مسلح أو حصار مواني أو غير ذلك بالقرب من هذه المواني، والحقول النفطية الآن سالمة وتستطيع الضخ في مواني النفط. وحدثت في السابق خلال شهر يوليو الماضي أن ليبيا دفعت غرامات ناقلة فرنسية للمتجهة لإيطاليا ب 3 مليون دولار نظرا لتأخرها، نظرا بسبب احتجاجات حرس المنشآت النفطية نتيجة تأخر مرتبات شهر مايو. وسبقها أيضا حادثة أخرى للناقلة الكورية، يعني نذكر جيدا تلك الحادثة جيدا. كل ما نتمنى أن يعود فعلا أو تعود ليبيا إلى تصدير نفطها الذي يتميز بكثافة عالية جدا، خاصة فيما يتعلق طبعا بمثيله من النفوط العربية. أشكرك ضيفنا من طرابلس السيد أحمد الخميسي المحلل الاقتصادي والصحفي. تجري شركة أوكسيدانتا الأمريكية مباحثات مع شركة مبادرة للتنمية لبيعها أصولا في مشروع شاه نات غاز في الإمارات بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار. وأفادت مجلة بتروليوم انتليجنس أن أوكسيدانتال ستبيع بين 30 إلى 40% من أصولها في شاه نات غاز، ويمكن أن تنتهي الصفقة بحلول نهاية العام. يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للنفط أدنوك تملك 60% من المشروع، وسوف تستمر شركة أوكسيدانتال في إدارة المشروع، وتسعى الشركة أيضا إلى بيع حصة في خط أنابيب دولفين للغاز، وستتخلى الشركة كذلك عن حصة في حقل نفط عماني. تعمل الشركة السعودية للكهرباء تعمل حاليا على تنفيذ مشروعات كهربائية تبلغ تكلفتها حوالي 150 مليار ريال، وأكدت بأنها تعتزم تنفيذ مشروعات كهربائية ضخمة خلال خططها التطويرية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تتجاوز 500 مليار ريال. تخطط مؤسسة البترول الكويتية لرفع صادرات النفط الخام إلى الصين إلى 500 ألف برميل يوميا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وصولا إلى هدف أكبر وهو 800 ألف برميل يوميا. وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي لدى المؤسسة ناصر المضف إلى أن المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة تكرير النفط الصينية الكبرى سينوبيك لتشييد مصنع تكرير نفط بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ويعمل بمواد خام تصدر من الكويت، مبينا أنه في حال بدء تشغيل المصنع فإنه من الممكن أن ترتفع صادرات النفط الخام إلى الصين إلى 800 ألف برميل يوميا. النفط والطاقة مستمر معكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك أوردت بعض الأرقام في افتتاحية نشرتها الشهرية، وقدرت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول العربية
إلى 29.2% من الاحتياطات العالمية. وأضافت أوابك أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك نحو 77% من الاحتياطات العربية من الغاز الطبيعي، وتتركز تلك الاحتياطات في قطر والسعودية والإمارات، تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعي بنحو 8 مليارات و400 مليون قدم مكعب، وبنسبة 15.4% من إجمالي الاحتياطات العربية من الغاز. ويشهد استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية ارتفاعاً وبنمو سنوي يقدر بحوالي 5.5%، حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 إلى حوالي 350 مليار متر مكعب في عام 2012. وأشارت أوابك إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الغاز الطبيعي، تليها الإمارات ثم مصر في الجزائر. وغدت صناعة الغاز الطبيعي أحد الأركان الرئيسة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، حيث توجد العديد من مشاريع الغاز الطبيعي العربية المشتركة. من أبرز تلك المشاريع خط الغاز العربي وخط أنابيب غاز دولفين الذي يربط بين قطر والإمارات، فضلا عن استخدام الغاز كوقود في العديد من مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية. نتحدث أكثر في هذا الموضوع مع ضيفنا في استوديو البرنامج السيد روبن ميلز، رئيس الاستشارات في منار الاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد روبن. هذه المرة السؤال حول نسبة مشاركة دول الخليج من حصة الغاز الطبيعي في المنطقة العربية. ألا تجد أنه 77% تعد يعني أكثر من الثلثين بالنسبة لوطن عربي ربما يزخر بمنابع وحقول غاز كثيرة؟ هذا صحيح. تقرير أوابك الصادر أظهر بأن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز لديها 29% من احتياطيات الغاز العالمي، وجزء كبير من هذه النسب أو 77% تحديدا موجودة في دول الخليج العربي. هناك طبعا نحن نتحدث عن قطر والسعودية ودولة الإمارات كدول فيها احتياطيات غاز كبيرة، هي الدول المسيطرة في مجموعة أوابك. أما الدول الموجودة في شمال إفريقيا مثل مصر وليبيا والجزائر لها أهميتها لكن نسبتها أصغر. نعم، ولكن ما المانع بأن تنشط تلك الدول الأخرى التي يعتقد أنه حقول الغاز فيها ربما فيها كميات كبيرة كالدول الخليجية؟ لماذا لا تنشط؟ ما المانع من زيادة الطاقة الإنتاجية في هذه الدول؟ هذا سؤال وجيه. صحيح أن دول أوابك برمتها لديها 29% من الاحتياطيات العالمية، إلا أنها لا تنتج إلا 14% من الإنتاج العالمي، إذن هي تنتج نصف ما لديها من الاحتياطيات. والسبب الرئيسي هو أن قطر لديها احتياطيات كبيرة ولأسباب استراتيجية، لا تريد الإنتاج السريع وإنما تريد أن يكون لديها احتياطيات في بعض أبار لمئة سنة. ومن جهة أخرى لدينا بعض الدول التي عانت في تنمية مواردها الغازية ولم تطورها بالنسبة للأسواق المحلية أو بالنسبة للتصدير بالسرعة المطلوبة. فمصر مثلا كانت من المصدرين الكبار للغاز، وفي السنوات الثلاثة أو الأربع الماضية حصل تراجع كبير في الإنتاج، ومصر تدرس حاليا استيراد الغاز. إذن صحيح أن هناك دول لديها احتياطيات كبيرة إلا أنها تعاني، ولدينا ليبيا أيضا لأسباب سياسية تواجه مشكلة في هذا الشأن. نعم، عندما نتحدث عن مساهمة الغاز كمصدر للطاقة في تخفيف أعباء وتكاليف أنواع الطاقة الأخرى كالتوليد الكهربائي أو الربط الكهربائي، هل نسمع عن مشاريع أيضا يسهم فيها الغاز الطبيعي في تقليل النفقات والتكاليف في دول أخرى؟ يعني هل تجد أنه ينجح الغاز لدينا كمصدر لتوليد الطاقة أو لتوليد الكهرباء والتخفيف من أعباء تكاليفها أيضا؟ أعتقد أن دول الشرق الأوسط نجحت في السنوات الماضية
في التحول نحو توليد الكهرباء من الغاز، فالغاز هو طريقة كفوءة ونظيفة بين الوقود الأحفوري، وهو أفضل من النفط والفحم وأنظف ومرن، وبطرق عديدة هو مصدر مثالي. ولكن خلال السنوات الماضية معظم الدول العربية انتقلت في تحويل الطاقة والكهرباء نحو الغاز مقارنة مع النفط، لكن بعض هذه الدول لديها مشكلة، فهي لا تنتج ما يكفي من الغاز، وإن كان لديها ما يكفي من الاحتياطيات لكن ليس لديها ما يكفي من الإنتاج. فالسعودية هي المثال الكبير على ذلك، فنصف الطاقة الكهربائية تنتج عبر الغاز والنصف الثاني عبر النفط الذي يعتبر ملوثا، لكن السعودية لم تزد إنتاج الغاز بما يكفي ليستبدل النفط. طبعا الكويت في وضع مشابه وكذلك مصر. فمن جهة لدينا الكثير من النجاح في الإمارات والقطر، وهي تنتج بنسبة 100% الكهرباء من الغاز، لكن بعض الدول الأخرى تجد صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز. نعم، نعود هذه المرة إلى حصة الإنتاج العربي من الغاز. هل تعتقد أنه الفترة المقبلة مع التحسن بالنسبة للأوضاع السياسية والمحاولة لاستغلال كل الموارد الطبيعية، أنه سنشهد حركة مشاريع حتى لو كانت شركات أجنبية في المنطقة العربية لإحياء البحث وكذلك التنقيب عن الغاز؟ بدأنا نلحظ ذلك في مصر بالاستعانة بشركات إماراتية، بدأنا نلحظه في إقليم كردستان العراق أيضا بالاستعانة في شركات إماراتية. أين نجد مستقبل التنقيب والأبحاث في الغاز ومضاعفة إنتاجه في المنطقة العربية؟ أعتقد أنه سيكون لدينا الكثير من أعمال التنقيب والتطوير في قطاع الغاز في المنطقة ضمن الظروف الصحيحة. رأينا مثلا في كردستان العراق كان هناك اكتشافات غازية كبيرة في الآونة الأخيرة، وزاد الإنتاج، ويمكن أن تتحول إلى مصدر أساسي للغاز إلى تركيا وإلى أوروبا. أيضا في بقية أنحاء العراق هناك احتياطيات غاز، وإن كان هناك مشاكل في تطوير هذه الاحتياطيات، وليبيا أيضا لديها احتياطيات كبيرة وواجهت مشاكل سياسية صعبت استكشاف هذه الموارد. كما أن لدينا اكتشافات كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، طبعا في قبرص. أوابك طبعا هي ليست عضو في أوابك لكنها كانت من الدول التي نجحت في ذلك، ولبنان بدأ عمليات الاستكشاف منذ سنوات لكن لديه أيضا مشاكله السياسية. إذا نجد أن السياسة تلعب دورا كبيرا يحد من دخول الشركات الدولية للبحث عن الغاز وتطويره، ولكن هناك احتياطيات كافية، وطالما أن شروط الاستكشاف والأسعار في وضع مناسب فإن الأمور ستسير على ما يرام. طبعا الأسعار التي دفعتها مصر إلى الشركات لاستكشاف الغاز في أعماق البحر المتوسط وفي الدلتا هي أسعار غير كافية للاستكشاف. ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى قطر في السنوات الماضية كانوا ناجحين في الحصول على استثمارات دولية مثل إكسون موبيل وشيل وتوتال وشركات كبيرة غيرها التي جاءت إلى قطر لاستكشاف حقول الغاز، مما جعلها واحدة من كبار منتجي الغاز في العالم. وإذا كان هناك دول أخرى قادرة على اجتذاب هذا النوع من الشركات فسنشهد المزيد من أعمال التطوير لحقول الغاز في المنطقة. وأشكرك ضيفنا السيد روبن ميلز، وأنت رئيس الاستشارات في منار الاستشارات وإدارة مشاريع الطاقة. سيوقع الأردن وشركة روس أتوم الروسية مطلع سبتمبر القادم اتفاقية تطوير أول محطة نووية أردنية، وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان أن الاتفاقية تتضمن دراسات الأثر البيئي والبنى التحتية والطرق وحالة شبكات الكهرباء وقدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الطاقة الناتجة عن المحطة، وقال إن هذه الاتفاقية واحدة من اثنتين سيتم توقيعهما مع روسيا في إطار مشروع المحطة النووية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الثانية ستكون على مستوى حكومتي البلدين وجوهرها تحديد آليات دعم الجانبين لمشروع المحطة النووية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خالد. أهلا وسهلا بكم يا هلا. أهلا، يعني أن تقوم الأردن بإبرام هذه الاتفاقية مع إحدى الشركات الروسية التي لها خبرة في هذا الموضوع، بالتأكيد
كان لكم ربما سنوات طوال من المفاوضات مع الحكومة الأردنية بالأساس ليتم الاتفاق على تكلفة التمويل وكذلك على إمكانية إجراء هذا المشروع. ما هي العقبات التي واجهتكم في البداية؟ لا شك أن إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء هو مشروع ضخم بكل المقاييس، فبالإضافة إلى التحديات المتعلقة باختيار الموقع وأيضا دراسات البيئية إلى خطط التمويل إلى اختيار التكنولوجيا المناسبة إلى الأمور المتعلقة بمياه التبريد، حيث الأردن يعتبر من رابع أفقر الدول في العالم من ناحية توفر مصادر المياه. نعم. كل هذه عقبات، كان هناك في عقبات فنية اشتغلنا فيها وذللناها بناء على استراتيجية محددة اتبعنا فيها أرقى المعايير الدولية في مواضيع المتعلقة باختيار الموقع النووي، في الأمور المتعلقة بدراسات البيئة طبعاً. ثم وضعنا معايير صارمة جدا من ناحية اختيار التكنولوجيا المناسبة وبالذات سلامة المحطات النووية نعم. وخاصة بعد حادث فوكوشيما والاستفادة من الدراسات والعبر التي تمخض عنها فوكوشيما نعم. إضافة دكتور خالد اسمح لي نعم عفوا المقاطعة نعم. يعني نتحدث عن ما هي الآثار التي سيلمسها الأردن بعد العمل أو البدء بالعمل في هذا المشروع. طبعا ممكن المشروع يأخذ 8 سنوات أو 10 سنوات، ولكن ما مدى تأثيره على تخفيض تكلفة توليد الطاقة الكهربائية في الأردن على المواطن بالدرجة الأولى؟ بالتأكيد هذا سؤال أساسي. الأردن لم يأتي ويفكر بالطاقة النووية لمجرد تفكير بذلك. الأردن يعاني الآن من أزمة مالية خانقة أساسها مرتبط بفاتورة الطاقة الباهظة. الأردن يستورد 97 إلى 98% من حاجته للطاقة من الخارج. فاتورة الأردن يعتمد الآن على الديزل والوقود الثقيل. هو يولد الآن تقريبا كهرباء بكلفة 18 قرش للكيلوات ساعة. كم حيوفر هذا المشروع؟ كم حيوفر على الموازنة؟ نعم بالضبط. أولا سيوفر في كلف المواد المستوردة من الخارج تقريبا 2 مليار دينار نعم. هذه سيستعاض عنها باليورانيوم الأردني. الأردن دولة غنية جدا باليورانيوم، نحن عندنا احتياطيات الآن مثبتة باليورانيوم نعم. التقدير الأولي في منطقة محدودة وسط الأردن ستصل إلى 50,000 طن نعم. نحن سنقلل من كلفة الطاقة، إضافة لذلك سعر الكهرباء. الأردن الآن يولد الكهرباء تبعه بكلفة 18 قرش للكيلوات ساعة، وتعتبر عالية فاتورة الكهرباء في الأردن مرتفعة على المواطن اللي معدل الدخل في الآن الكلفة نعم. مع المحطات النووية بنتوقع تكون تقريبا 7 إلى 8 قروش للكيلو. جميل جدا، يعني أكثر من النصف وفرته على المواطن. طب تكلفة المشروع بالمجمل حدود 10 مليارات دولار، من وين حصلتوا على التمويل وكيف حيكون السداد؟ نعم، إحنا الآن الطريقة اللي طرح فيها العطاء إنه المورد سيلتزم بنصف التمويل، فنحن روسيا الشركة الروسية نعم. مع شركة روس أتوم روسية كان هناك في التزام في حال السير واكتمال الدراسات الكاملة بالمشروع أن المورد للتكنولوجيا سيلتزم بنصف حصة المشروع مقابل شراكة ب 50% من أسهم شركة الكهرباء النووية الأردنية. النصف الباقي ستطرحه الحكومة للاكتتاب العام في السوق من خلال شركة مساهمة محدودة لإنتاج الكهرباء نعم. من خلال إنشاء أيضا وجذب صناديق استثمار وطنية وعربية ودولية. طب دكتور خالد، لكم سنة مسموح ضمن هذا العقد مع شراكة مع روسيا أن تدخل في حصة رأس مال الشركة يعني وشراء أسهمها؟ في عندكم مدى محددينه للشركة تبقى فيه في الأردن حتى يتم تغطية التمويل بالكامل؟ الحقيقة المحطات هذه بتعيش لـ60 عام نعم. كل فترة رأس المال من المحطات نووية تغطى من خلال 12 إلى 15 عام نعم. احنا متوقع انه كلفة الرأس مالية للمشروع من خلال ما يستثمر فيه تغطى من خلال 12 ل 15 سنة جميل. بينما منعيش في فترة 40 ل 45 سنة في أرباح مباشرة للمشروع طبعا. فأي مستثمر نعم. البي باك بيريد كما يطلق عليه خلال 18 ل 15 سنة كل رأس المال بيكون مسترد والفترة الباقية بتكون فترة عبارة نعم. عن حصول أرباح، أي هو استثمار طويل المدى جميل. والأثر كما ذكرنا سيظهر على المواطن بعد 8 سنوات إذا بدأنا بإطلاق المشروع. وأشكرك ضيفنا من عمان الدكتور خالد طوقة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
قال مسؤول بهيئة البترول المصرية إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة ارتفعت ب 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6 مليارات و 300 مليون دولار مقابل 5 مليارات و 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي. وأضاف المسؤول أن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية. نفى الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أنباء عن رفض بنوك عالمية إقراض هيئة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدا أن الهيئة لم تطرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات. من جانب آخر، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن قطاع البترول يعد حاليا لطرح مزايدات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج النفط والطاقة. سعدت بصحبتكم وإلى اللقاء.